التقرير العربي للتنمية الثقافية الصادر عن مركز البحوث والدراسات في مؤسسة الفكر العربي. تقرير مرجعي سنوي هو الأبرز على خارطة التقارير الثقافية في الوطن العربي، يتضمن أرقاماً وإحصاءات، أبحاثاً ودراسات، اقتراحات ورؤى. حصاد ثقافي سنوي حول اللغة، الأدب، السينما، المسرح، التعليم، البحث العلمي، المعلوماتية، قضايا الشباب، الإعلام، المجتمع، التكامل العربي، حركة التأليف والنشر. 10 سنوات والتقرير العربي السنوي حافل بالملفات والموضوعات: التعليم العالي والإعلام، واقع مجتمع المعلومات العربي من منظور ثقافي، البحث العلمي والمعلوماتية، التعليم الجامعي وسوق العمل، الاقتصاد العربي القائم على المعرفة، التكامل المفقود بين التعليم والبحث العلمي وسوق العمل والتنمية في الدول العربية، العرب بين مآسي الحاضر وأحلام التغيير، 4 سنوات من الربيع العربي، التكامل العربي، تجارب، تحديات وآفاق، الثقافة والتكامل الثقافي في دول مجلس التعاون، السياسات، المؤسسات، التجليات، الابتكار أو الاندثار، البحث العلمي العربي، واقعه وتحدياته وآفاقه. أبرز محاور التقرير 10 هذا العام: أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الوطن العربي، تشخيص واقع أنشطة البحث المتصلة بالتعليم والابتكار، خطة التنمية المستدامة 2030 والقدرة العربية على الانخراط فيها، سياسات البحوث العلمية العربية، التحول الرقمي في التعليم العالي والمراصد البحثية، بناء المجتمع العلمي العربي، واقع الإعلام العلمي العربي، المرأة العربية وإنتاج المعارف العلمية والتقنية، الذكاء الاصطناعي والروبوتات.